Oh,
إمام المشارق والمغارب ومظهر العجائب والغرائب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ورضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام وجميع أهل بيت رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ونفعنا من بركاتهم الفاتحة اللهم لا تدع لنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا كريم يا رب العالمين اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمتي يا سيدنا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لطوالي اللهم اشرف بربي اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم شتت شمل أعداء الدين اللهم مزق دمهم اللهم دمر ديارهم اللهم اجعل أموالهم وأولادهم أئمة المسلمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك وامتنا على سنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصرنا اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين